دكتور شوقي محمد شوقي لا زكريا مهم تصلوا طيب وتشوفوا هذا طق منه كونيكسيو طق منه فيت طق منه كل شيء انا اسمي جمال خالد اهو لا لا حطت إذن بعثة نادي الأهلي المصري رحالها بمطار ابن بطوطة بطنجة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي سيحتضنها المغرب انطلاقا من الفاتح من شهر فبراير المقبل إلى غاية 11 من الشهر ذاته. المارد الأحمر سيسعى للبصم على انطلاقة قوية في هذه البطولة وتجاوز أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية إن أراد خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي هذا الحدث المونديالي. محمد بن موسى، سفيان العشاب، من مطار ابن بطوطة الدولي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.